اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، آمين. إزيكم عاملين إيه؟ يا رب تكونوا جميعا بخير وفي أحسن حال. تعالوا النهاردة نعمل مع بعض لانشون فراخ صحي، مش موفر لكن صحي جدا وغني بالبروتين جدا، وطريقته سهلة جدا جدا جدا. تقدري تديه لأولادك المدارس وانتي مطمنة لأنه مفيد جدا، وطبعا لو انتي عاملة دايت أو ماشي على نظام غذائي فهو حلو جدا جدا وغني بالبروتين زي ما قلتلك. يلا ندخل على الطريقة ونشوف احنا عملنا لانشون الجميل التحفة ده ازاي. طعمه حلو قوي، ينفعك في اي وقت في اليوم، يعني مثلا ممكن تحضري منه فطار غدا عشاء، انتي حرة خالص. يلا ندخل على الطريقة. اول حاجة هنشتغل في الكبة او في الخلاط، يعني الحاجة المتاحة لينا. انا هحط حبيتين من البيض للكمية اللي انا هستخدمها، عادي بقى بدرجة حرارة الغرفة طالع من التلاجة مفيش مشكلة. هنجيب كمان 100 جرام من الجبنة القريش، خرطة كده يعني من الجبنة القريش، حادقة دلعة طرية ناشفة برضو مش مشكلة. نقدر نستبدل الجبنة القريش بايه؟ بأي جبنة لايت بتستخدميها، تكون جبنة يعني قليلة الدسم لو احنا متبعين نظام غذائي. معايا ان هو ربع كيلو من صدور الفراخ او البانيه، نقدر نخليها صدور على اوراك مفيش مشكلة، تكون مغسولة ومتصفية كويس جدا ما يكونش فيها اي كمية من المية. التوابل اللي انا هستخدمها هي معلقة صغيرة من كل حاجة من اللي هقولها، 7 بهارات: بابريكا، فلفل اسمر، توم بودر، بصل بودر، وطبعا ملح. مش هنحط اي حاجة تانية، يعني لا نشا بقى ولا دقيق ولا اي مواد للربط. هنضرب بقى كل الكلام دوت في الكبة ضربة مبرحة لحد ما يبقى معايا خليط ناعم جدا. هتشوفوا شكل الخليط، وزي ما قلت لكم تنفع في الخلاط او في الكبة. ده شكل الخليط اهو، وده قوامه. الخطوة اللي بعد كده بقى عشان نسويه، هنجيب بلاستيك ستريتش راب او اي كيس حراري ممكن لو متوفر عندك، بس انا هستخدم الستريتش الغذائي ده. فردته كده زي ما انتم شايفين على الرخامة، وببدأ ان انا انزل كل محتويات البولة او الكبة، يعني كل الخليط بنزله كله كده عشان نستفيد اكبر استفادة. طبعا مش هنسيب حاجة، لازم ننزل كل الخليط. ونبدأ بقى ان احنا نرول الستريتش ده او نلفه كده نقفله اهو، والناحية التانية كمان صورها لكم بالتفصيل عشان ما يبقاش الخطوات صعبة بالنسبة لكم. ونبدأ بقى ان احنا نلفه شبه البونبونية كده، هو هيقفل معانا، نروح رابطينه من الناحية ديت ومن الناحية دي. عايزة اقول لكم طبعا لو كنتوا معايا في الفيديو لغاية دلوقتي ما تنسوش تعملوا لي اشتراك في القناة وتفعلوا الجرس على علامة الكل عشان يوصلكم اشعار باي وصفة جديدة بنزلها. وعايزة طبعا رأيكم في الوصفات الصحية اللي انا بقيت بنزلها مؤخرا، هل عجباكم ولا نرجع زي ما كنا ولا ايه؟ طبعا انا برضو هنزل يعني وصفات كده ووصفات كده ان شاء الله. يعني بصوا شكلها بقى عامل ازاي. هنجيب ممكن نلفها لفة كمان لو احنا خايفين ان هي يعني الخليط يخرج منها او حاجة، او ممكن خلاص نستكفى بيها على كده ونجيب الالومنيوم، ورق الالومنيوم اللي هو الفوين دوت، ونحاول ان احنا نلفها لفة كويسة بقى، ونكون معانا مياه سخنة على النار بتغلي وننزلها في المياه السخنة. هتاخد معانا من نص ساعة لساعة الا ربع، النار عالية عادي خالص. عايزة اقول لكم ان هي بتبقى ما بتلفش يعني وما بتنزلش للاخر، بتفضل عايمة كده. فانت بعد ربع ساعة كده او تلت ساعة حاولي تلفيها الناحية التانية، تقلبيها الناحية التانية عشان تستوي كويس جدا. بعد ما بتستوي زي ما قلت لكم الكمية دي خدت معايا ساعة الا ربع، طلعتها من النار وما استنتش عليها ان هي تبرد، فتحتها كده عشان نحطها في التلاجة. المفروض بقى ان احنا بعد ما نفتحها من الفوين ده نسيبها في التلاجة ليلة كاملة او يوم يعني يعتبر كامل، تمام. بس انا صراحة ما استنتش عليها هما ساعتين ثلاثة بالكتير، وبدأت ان انا اقطعها اهو، سبتها ساعتين ثلاثة في التلاجة، في التلاجة عادي من تحت مش في الفريزر ولا اي حاجة. وهبدأ بقى ان انا افتحها واقطعها معاكم علشان تشوفوها، هقول لكم مميزاته وعيوبه. اول حاجة في العيوب بتاعته، هنتكلم عن العيوب الاول، ان هو مفرول. ليه مفرول؟ علشان طبعا ما فيهوش اي مادة رابطة، يعني ما فيهوش لا دقيق ولا نشا ولا حتى دهون ولا زيت ولا اي حاجة. فانتوا لو استخدمتوا جزء من كمية الفراخ اوراك هيبقى افضل، يعني هيديكي تماسك افضل، تمام. لكن هو برضو متماسك اهو. الحاجة التانية بقى ان هو ما ينفعش نحتفظ بيه في التلاجة من تحت، هو لازم يتحط في الفريزر، يعني ممكن نسيبه في التلاجة من تحت يومين بالكتير وبعد كده لازم يتحط في الفريزر. فالافضل ان احنا نقطعه كده ونحطه على طول في الفريزر، تمام.
بقطع يعني بحجم ما احنا عايزين كده، نشيله في الفريزر ونبقى نطلع منه زي ما احنا عايزين بقى، نعمل بيض باللانشون، نعمله سندوتشات، نحطه على سلطة براحتنا. مميزاته بقى ان هو زي ما قلت لكم غني جدا بالبروتين، طعمه حلو قوي. يعني لو انت متابعه نظام غذائي ومحتاره تفطري ايه، زهقتي من الفطار الروتيني كل يوم كل يوم، فممكن تطلعيه بقى كده وتعملي بيه طبق بيض باللانشون، طعمه حلو يعني، طعمه احلى من اللانشون العادي، هو مدي على بلوبيف شويه كده بس طعمه احلى يعني. تمام. وان هو يكون موجود معاكي في اي وقت، وان هو صحي وان هو نظيف، وحاجه عاملاها في بيتك بايدك وضامنه كل المكونات اللي فيها، فتاكلي منه كميه براحتك جدا. ولو ولادك عايزين ياكلوا منه طبعا يعني هو حلو جدا ومفيد، لو هما بقى ما بيردوش ياكلوا الفراخ في صورتها العاديه، فهنا لما نعمل لهم سندوتشات كده من ده هيكون حلو قوي. بس بكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو بتاعنا النهاردة. يا رب الوصفة بتاعت النهاردة تكون عجبتكم، ويا رب اكون بقدر انزل لكم وصفات تنول اعجابكم. طبعا لو عجبكم الفيديو شاركوه مع اصدقائكم عشان الكل يستفيد، وهستنى رأيكم في الكومنتات. سلام عليكم.